أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قامت غرفة عمليات الطوارئ الجوية التابعة للحكومة المقترحة بطلعات استطلاعية بغرض مراقبة ورصد تحركات المجموعات الإرهابية. وأكدت الصفحة الرسمية للقوات الجوية الثلاثاء أن الطلعات الجوية شملت نطاقا واسعا من الجنوب بالإضافة لمنطقة عمق الصحراء جنوب سرت ومصراتة، مشيرة إلى أهمية القيام بالمراقبة ورصد تحركات المجموعات الإرهابية في تلك المناطق. وكان المتحدث باسم غرفة الطوارئ بسلاح الجو العقيد محمد بنونو قد أكد في تصريح خاص للتناصح أن الطلعات الجوية تتم وفق أوامر قوة مكافحة الإرهاب وهي تسير بشكل جيد رغم قلة الإمكانيات المتمثلة في صيانة الطائرات وتهيئتها. أعلن مصدر بمركز سبها الطبي أن إجمالي حصيلة ضحايا الاشتباكات في مدينة سبها منذ 4 فبراير الماضي حتى أمس الاثنين بلغت 14 قتيلا و66 جريحا. وكان مصدرا مطلع أكد التواصل للاشتباكات منذ السبت الماضي بين اللواء السادس مشاة ومجموعات مسلحة في أحياء متفرقة بسبها. وأفاد المصدر بتعرض مركز سبها الطبي تعرضا لعدد من قذائف الهاون أدت إلى إصابة المخزن الخاص بالقرطاسية وباحث السكان الطبي الخاص بالعناصر الطبية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بشرية على حد قوله. أكدت صحيفة الأسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية أن خليفة حفتر قائد ميليشيات الكرامة قد أصبح عمليا خارج اللعبة السياسية والعسكرية. ولفتت الصحيفة إلى أن معلومات مستقاة من مصادر وصفتها بالموثوقة مفادها أن لقاءات ومشاورات مكثفة تجرى في الإمارات ومصر لتعيين بديلا لحفتر في أقرب وقت ممكن. واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول أن مصلحة القوة الغربية الاستفادة من غياب حفتر للدفع باتجاه إعادة تشكيل سياسي في ليبيا وتفادي اشتعال الصراع ما سيؤدي مجددا إلى تدفق موجات مهاجرين جديدة نحو أوروبا. اتهمت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا دولة الإمارات ومصر بتفويض جهود المصالحة في ليبيا وإفشال مهمة البعثة الأممية عبر تقديم رشاوي لموظفيها بهدف دعم طرف سياسي دون آخر وإثارة الفوضى في البلاد. وانتقدت المجموعة في بيان تحصلت التناصح على نسخة منه انتقدت تسخير الإمارات لمبعوثي الأمم المتحدة لأهداف غير إنسانية حيث دفعت رشوة للمبعوث السابق برناردينيو ليون لإشعال النار بين مكونات المجتمع الليبي وفق البيان. وأضاف البيان أن المبعوث الأممي غسان سلامة اعتكف بالصمت حول المجازر التي ترتكبها الميليشيات في بنغازي وسبها والمدن الليبية الأخرى، كما أنه لم يحرك ساكنا لفك الحصار عن سكان درنا. السلام عليكم ورحمة الله.